بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. أما بعد، إن شاء الله دلوقتي هنصور آخر جزء في تعليم النقاشة للمبتدئين. إحنا طبعا صورنا قبل كده 4 أجزاء: المعجون الجزء الأول والأساس، الجزء الثاني برضه سكينة المعجون الثانية، والثالثة في جزئين، والجزء الرابع صورناه في البطانة. دي مرحلة التشطيب النهائية خالص، هنعملها كلها في جزء واحد. طبعا الجزء اللي فات شفتوا فيه البطانة والصنفرة والمراحل دي، دلوقتي هنشوف بقى التلقيط والتتيب حوالين المفاتيح والتشطيب الكامل بقى للشغل. طبعا الأخوة اللي بيتابعونا على اليوتيوب بيقدروا يتابعونا على جروب فيسبوك مدرسة الدهانات والديكورات الحديثة، جروب فيسبوك مدرسة الدهانات والديكورات الحديثة. دلوقتي يعني نشوف بقى المعلم محمد عطلة وهو شغال في تلقيط المعجون. طبعا المعلم محمد عطلة ابو احمد هيبدا اول بقى في التلقيط. طبعا بنمر على الحيطه كلها، نلقط الزاوي، نشوف لو في اي حاجه، خط رملايه من السكينه، في ريجه، في اي حاجه بنمسكها بالمعجون بقى، ايه، نلقطها كده زي ما انتم شايفين هنا كده، باين مكان التلقيط هنا. هو كان في ريجه، كان في اي حاجه بعد الصنفره وبعد الحاجات دي بتظهر. طبعا هنلقط بقى كده. طبعا مهم جدا ان الاضاءه تكون كويسه في المكان اللي انت شغال فيه. يعني انا قبل ما بشطب لازم انا اولع الاضاءه كلها علشان اكشف اي عيوب في الحيطه في التلقيط والتشطيب، وتبقى الحيطه يعني ايه مكشوفه قدام مني لاي حاجه، اي رملايه، اي ريجه، اي حاجه. بفقط الحيطه كويس جدا وانا شغال في التلقيط ده. تابعونا، احنا مكملين معاكم ان شاء الله. دلوقتي جينا لمرحلة اللي هو التتيب. طبعا معانا التيب، دي حاجة مهمة جدا، اللي هو اللزق، بكرة اللزق اللي في ايد المعلم محمد دي. الحلق طبعا معمول اسطر او ميجانو. لازم ان احنا الصنايعي اللي كان شغال طبعا ما لزقوش، احنا لازم نحافظ على شغله، ولازم يعني ناخد بالنا من حاجة زي كده، لان يعني الشغل بيبان في جماله في الاخر. يعني لو انا وسخته طبعا دي حاجه مش كويسه مني انا. فانا بحافظ عليه وبحميه بالتيب اللي هو الحلق كده، بقفل على عليه خالص. والمفاتيح دي برضو بلزقها بالتيب، ببدا بقى الزق المفاتيح اول حوالين منها، رغم ان انا فاكك الوش بتاعها، بس برضو لازم احافظ على الزراير. الوش انا فكه طبعا وعينه في كرتونه على جنب. طبعا بتيب كده كل بقى المفاتيح. طبعا الارضيه انا اصلا عاملها معموله برقيه، وانا عامل عليها جبس وشادد على الوزره اللي تحت، عليها شادد عليها تيب وكده، ومظبطها من البدايه. هنكمل تتيب وبعد كده ايه نبدا بقى في الصنفره والتصفير. تابعونا مكملين معاكم. دلوقتي بدأنا في مرحلة الصنفرة. طبعا الصنفرة رقم 150 مع المعلم محمد ايان هيطبقها. خدوا بالكم من التطبيقة دي كويس، عشان دي يعني حاجة كويسة. يعني قطعها ربع. ايوه، الله ينور عليك. ايوه اتني. ايوه بس، يلا ابدأ بقى. ايه، صنفر، فكها تاني كده علشان تبان بس انت عملت ايه. هو ايوه تمام. طبق تانية. الله عليك، يا سلام، توكل على الله. دلوقتي هنبدأ بقى نصنفر التلقيط، صنفره كويس ونصنفر الجدار كله عامة، عشان لو كان في حباية في البطانة تطلع. طبعا الفيديو ده صدقة عن روح احمد اخويا الله يرحمه. اسمع احمد بالصنطرة لحظة. الفيديو ده صدقة عن روح احمد اخويا الله يرحمه، وكان شغال معايا واشتغل معايا في نفس البيت اللي انا واقف فيه ده في الدور الارضي. ارجو منكم ان انتوا تدعوا له بس الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناتي ان شاء الله. كم يا حماد، زي ما انتم شايفين كده، نخلص بقى صنفرة
ونجيب البويه بتاع البطانه نفسها برضو ونظفر المعجون بنفس البويه المطريه اللي احنا كنا شغالين بها في البطانه، مش بويه تانية، مش بويه التشطيب يعني. تابعونا احنا ان شاء الله مكملين معاكم بعد ما نخلص الصنفره. بعد ما نظفر الصنفرات بالمكنسه بقى المقشه بنمسك الجدران كلها ننفضها، معايا فرشه طبعا نظيفه خالص هي علشان الزاويه لو فيها حاجه دي ننضفها خالص كده زي ما انتم شايفين. فكرني ننزل الحته دي دلوقتي. ماشي ماشي، زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى ايه، اخلص تنظيف وامسك بقى البويه، اظفر المعجون ده بالبويه المطفيه القطعه علشان ايه ما يبانش الطريقه اللي انا لقطته. طبعا التصفير على قد المعجونه بس اللي هي ايه اللي احنا لقطناها بس. طبعا هي باينه قدامنا في الجدار ان هي لونها ابيض مختلف عن لون الحيطه. ايوه الله ينور عليك. هنظفر كده، اللي بنظفره برضو بنرجع نمسه تاني علشان ما يبقاش في حبايه ليه. تمام، تابعونا مكملين معاكم ان شاء الله. جينا بقى لمرحلة الفينش، دلوقتي المعلم محمد بيقص بيفصل السقف عن الحيطة، هيحرر كده وانا وراه على طول بالرولة ان شاء الله. تابعونا احنا مكملين معاكم. هيحرر برضه حوالين المفاتيح وحوالين الحلق. اصبر ايدك في القص يا معلم. الله ينور. دلوقتي جينا لمرحلة الدهان البوية، بعد ما قصينا طبعا التحرير فوق وتحت وكده هنخف البوية. البوية طبعا بنخفها بنسبة 25%، نخليها سلسة شوية مش مشكلة يعني عشان ما تعملش معانا حباية عالية خالص. تابعوني دلوقتي ان شاء الله نكمل معاكم. طبعا هفرد الجنب وارجع امسه تاني، امس مره واثنين علشان انا اعمل الحبات على مره واثنين وثلاثه لحد ما الاقي الجنب معايا ناعم. ما تلفش التليفون بعد كده علشان ما الناس ما تعملش كده وهي بتتفرج. ماشي، اسمه مس، بمس علشان انا اعمل حبايه. طبعا الاضاءه معايا بتكشف كل حاجه خالص، بتكشف الحبايه اذا كانت عاليه ولا اذا كانت حبايه هاديه كده. خلص بقى الغرفة كلها، خلصها بنفس الطريقة دي كده، مساها فرد ومس.
اخلص الغرفه وبعدين ارجع بقى اشطب الوجه الثاني، ولو لو محتاجه وجه ثالث بديها وجه ثالث على حسب الجدار معايا اذا كان مسطر وكاسي ولا ما كانش مسطر. تابعونا احنا مكملين معاكم ان شاء الله. طبعا المعلم محمد بدأ في تحرير الوجه الثاني، هو نفس اللي عملناه في الوجه الاول هنعمله في الوجه الثاني. تابعونا مكملين معاكم ان شاء الله. جينا بقى للوجه الاخير، وجه التشطيب، نفس اللي عملناه في الوجه الاول من نفس اللون بنفس البويه بنفس الخفيه بنفس كل حاجه. وهنبدا بقى نفرد بقى بالروله برضو كده. اهم حاجه زي ما قلت ونبهت اللي هو المس، بعد ما بفرد امس مره واثنين وثلاثه لعند ما نعم الحبايه معايا على طول، بس قبل طبعا ما البلاستيك يشد عشان ما يشمطش مني ولا يعمل نمش في الحيطه. خلاص كده بقى نخلص بقى الوجه الثاني، لو محتاج وجه ثالث هنعطيله بنفس الطريقة كده. وبعد كده ندخل على بقى المرحلة اللي هو فك اللزق من على المفاتيح والحاجات دي والتشيك بقى والحاجات دي، ويبقى كده احنا خلصنا بقى، بس اخر مرحلة اللي هي فك التيب وكده. لو في حاجة مصربة من تحت التيب بمية ونمسحها كده. طب السيليكون، السيليكون مش مشكلة هيطلع من على السيليكون، يعني ده عادي عادي خالص مش تعالى. أهم حاجة ما يبقاش على الحديد أو الألمونيا، ما يبقاش عليه أي حاجة خالص. لا لا نعرف مالك الوقت خلاص اغلب شويه. ما تاخد خطوه، انت مكسل تاخد خطوه. انتهينا الوقت خلاص من تشطيب اللي هو الفينش يعني بتاع الغرفه، هو اللي هو الدرس الاخير في تعليم النقاشه. طبعا شغل ساده، الديكورات طبعا بتبقى لها حاجات تانية، طبعا الديكورات تتابعوها على القناه كلها، كل حاجه بتبقى بقى من اول البطانه على طول بنبدا نشتغل الديكورات. انتهينا اهو زي ما انتم شايفين، خلصنا المرحله كلها النهائيه كده. طبعا الاخوه اللي بتابعونا على اليوتيوب بننبه تاني، تابعونا على الفيسبوك جروب مدرسه الدهانات والديكورات الحديثه. ما تنسوش تدعوا لاحمد اخويا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمه ويغفر له، كان شغال معايا في نفس البيت ده في الدور الارضي الحمد لله على قضائه. وما تنسوش ما تنسناش من التعب. طبعا كل الشكر للمعلم محمد عطا الله ابن منية النصر من النسل. انا معكم اخوكم محمد المعداوي، والسلام عليكم ورحمه الله.